من الطائف للرياض، وأول حلم لعلي كان العسكرية، بس العسكرية تحتاج إلى تابعية بحسب القانون. علي كان أدنى من السن القانوني حتى يحصل عليها، ولكنه حاول من هنا ومن هنا حتى حصل على بطاقة هوية وتحقق الحلم ودخل العسكرية. لكن بسبب سؤال بريء تبدلت أحواله وتغيرت أفكاره، فهرب من المعسكر وطلق العسكرية طلاقاً بائناً. على رغم ما يمكن أن يترتب عليه الأمر، إلا أنه علي قرر واختار بعد ما أدرك أنه مستقبله في اتجاه آخر. ومن أول صباح بدأت مسيرة الكد والكفاح، تنقل بين الأعمال واستثمر الفرص، جرب وتعلم وأتقن، وهذا كان هو سر نجاحه اليوم. سافرت تقريبا وأنا في الخامسة ابتدائي من عمري، وكان عمري لا يتجاوز 14 سنة. سافرت من تنومة بالسيارة إلى بيشة ومن بيشة إلى الطائف. كنا نأخذ 6 أيام 7 أيام إذا ما لم يعترضنا السيل. إذا اعترضنا السيل نبقى عند حدود السيل، نقعد عند الوادي أسبوع، وادي بيشة أسبوع 10 أيام. طبعا وصلت الطائف وكان باستقبالي أخوي يحيى، هو كان يشتغل عسكري في مطابع الجيش، وخالي محمد الله يشفيه كان هو عسكري بس مرتبته أكبر، في يشتغل في السجن الجيش ومسؤول عن الإعاشة. اهتموا فيه كثير، رحبوا فيني، ولقيت عندهم 2 أو 3 شهور حتى فتحت المدرسة وبيدخلوني المدرسة. خلال 2 أو 3 شهور هذه اشتغلت عند واحد يصلح الحنفيات اللي كانوا يسقوا فيها البيوت. كان في حنفيات وخشبة ويحطها على كتف الواحد يسقي موية للبيوت من الخزان، الموية يسمونها البيزان للبيوت، وكان هذا الشخص ينقل الموية. خلصت الأولى متوسط من مدرسة عبد الله بن عباس وجاء الصيف. في الأثناء هذه أخو يحيى كان انتقل الطائف إلى الرياض. وأنا قررت أني أنا أسافر لأخوي، فوداني خالي للموقف الباصات وركبت باص من الطائف للرياض. أتذكرنا قعدنا 5 أيام 6 أيام في الطريق، وكان طريق رمل وكانت الحالة فيها صعوبة جدا. فوصلت الرياض وسكنت مع أخوي ورحت أبحث عن عمل. العمل في الرياض كان هو إما تدخل عسكري إما تبحث عن عمل في أي ورش أو شركات. ابن عمتي يشتغل بوزارة الدفاع، وكان هو ابن عمتي الوحيد. فقلت له أنا أبغى أدخل عسكري. عشان تدخل عسكري لازم تطلع حفيظة نفوس اللي هي سموها ذيك الأيام تابعين. في الصباح اشتريت مسطار كبير شوي، طولت رقبتي، سويت الشكل، يعني لبست غترة وعقال، ورحنا للرجل في الجوازات قلنا له، قالوا له الجماعة هذا علي بن سليمان يبغى تابعية. فأنا صغير في السن وجاملنا الرجل وأعطاني تابعية. أذكر أنها كانت عام 82 هجري، لا زالت معي التابعية. أكملنا ملف العسكرية وتعينت عسكري في سلاح الإشارة، ولكن لازم تروح الطائف مرة ثانية تعمل تدريب 3 شهور أو كذا، وبعدين ترجع لسلاح الإشارة. هناك منطقة يسموها المستجد، يودوا الناس المستجدين الجدد. عندما رحت الطائف وبقيت في جيت عند خالي وداني المستجد، كان يوم عيد، أيام عيد، قال روح عيد عند الوالدة وبعدين ترجع. رحت عيت عند الوالدة ورجعت ودخلني العسكرية المستجد. لقيت عندهم تقريباً
40 يوم 50 يوم كان عيب انك تهرب من ال من العسكريه او من التدريب، ما اكمل تدريبك. فانا سالت العسكري في الليل ضابط، لا مش الضابط العسكري اللي معنا بالفصيل، بقول له انت عندك، انت عريف كم سنه لك هنا؟ يقول لي 10 سنين 12 سنه. سالت النائب، سالت الوكيل، قلت له كم لك؟ اللي يقول لي 12 سنه واللي يقول 15 سنه. فانا قعدت افكر طول الايام وطول الليالي، هذا له 15 سنه وتوه عريف، والثاني نائب والثاني وكيل، يعني انا حقضي عمري كله وانا بيروح، كم بيصير عمري لما اكون عريف ولا وكيل؟ قررت اني انا اترك العسكريه واني اتحمل مسؤوليه العيب والهروب. هربت في الصباح بدري وجيت عند خالي، خالي زعل مني، عيب تهرب من العسكرية. أنا كنت استلمت الراتب، راتب بسيط نفس الطريقة القديمة على نفس الباص إلى الرياض،